ايوه مع حضرتك ابو جمال. السواق كان قال لك اتكلم في النمره دي. ايوه عارفه. عارفه كويس. طيب خلاص انا هبقى هناك في الميعاد ان شاء الله. مع السلامة. عليكم. أنا كنت أنت مش فاكرني يا فندم؟ أنا اللي كنت مع حضرتك في سلاح مروان. مروان. مروان مروان حمود. أهلا يا حبيبي. أهلا أهلا. اتفضل. إزيك يا مروان؟ إزيك يا حبيبي؟ اتفضل. هتتعدي كل حاجة تتصلح إن شاء الله. يا مروان. محدش عارف هتتعدل امتى ولا هتتصلح ازاي. انا خلاص تعبت بيني وبينك. انا فندم. اهلا.
يا راجل لما انت تقول كده احنا نقول ايه؟ مفيش فايده فيكم ابدا يا شباب. يا فندم يا ريت هم اللي يقتنعوا بده ويسيبونا في حالنا. هيسيبونا برضاهم او غصب عنهم، المهم ان احنا نكون جاهزين. يا فندم بيني وبينك انا يئست. انت راجل وتحرير الوطن ما بيجيش الا بالتعب، حتى لو الوطن خلانا نبعد شويه ده اكيد لمصلحتنا. نبعد؟ احنا رتبنا لخروجك من هنا على سوريا. سوريا؟ اهرب اروح سوريا في الوقت ده بعد دنيا ما اتقبض عليها؟ طب مراته وولادي يا فندم؟ نصيبهم بقى ان ابوهم بطل. بطل؟ بطل كل بطولته انه بيعرف يهرب ازاي من مكان للتاني. لا يا فندم انا مش ههرب، انا هرجع لمراتي وولادي، اخدهم في حضني، حتى لو انضربت بالرصاص هبقى انضربت وانا بحميهم، هبقى مت هم في حضني. الاموات ما بيحموش حد، والا كانوا ابطال تاريخنا حمونا من اللي احنا فيه. سامحيني يا سمية، سامحوني يا ولاد، يظهر هي بلدنا كده كل ما نحبها زيادة، كل ما تيجي هي علينا قوي. يا ترى هشوفك تاني يا أحلام؟ يا ترى هنتخانق تاني أنا وأنت على لمضتك يا أماني؟ يا ترى هتفضلي شايلة أجمل ضحكة في الدنيا على وشك لحد إمتى يا أبوي؟ يا ترى اللي مخلينا في اللي احنا فيه ده عارفين ان التمن اللي بيدفعه غيرهم قد ايه صعب قوي؟ وفي كمان يا ستي غير جده حسين طنط زينب بنته. طنط زينب دي جميله قوي، تعتبر كده بالنسبه لي انا ودنيا زي اختنا بالظبط. دنيا اتعلمت في القاهره في الجامعه هناك، وانا جيت عشت هنا مع خالكو عبد الجواد الله يرحمه اللي كان عايش هنا بقاله سنين واستقر وبيشتغل، وتعرفت على بابا وحبينا بعض، يعني تقدري تقولي كده اتجوزنا جواز مش تقليدي. يعني ايه تقليدي يا ماما؟ يعني ايه تقليدي يا ماما؟ افهمها لك ازاي دي بقى؟ يعني عرفنا بعض، وبابا ساعتها كان ضابط في الجيش صغير، والبلد برضو كانت في حاله حرب. يو حرب حرب، انا زهقت. ماما هي البلد اللي هروحها دي فيها حرب برضو؟ لا يا حبيبتي الحمد لله مصر ما فيهاش حرب، بس فيها حاجات تانية كتير حلوة قوي. تحب احكيلك عليها ولا عايزة تنامي بقى؟ لا احكيلي عشان لما اروح هناك اعرفها. شوفي يا ستي نبتدي منين الحكاية على رأي عبد الحليم. ماما مين عبد الحليم ده؟ مين عبد الحليم ده؟ ما انتش عارفة عبد الحليم حافظ؟ لا انا هقولك. شوفي يا ستي مشي معلش يا دكتورة المية اللي ضربت في الأتيليه خلتنا نبهدلك البيت خالص. ريهام لو عايزة تغير المحطة غيري، أنا خلاص بقيت في المود. ممكن أعرف الجميل ماله؟ مفيش حاجة، عندي الاتنين داخلين. Thank you.
السلام عليكم. عليكم السلام. شريف، ما تقعد تفطر معانا يا حبيبي. معلش يا بابا، بس دي متأخر شوية. يا ابني أنا مزعلك في حاجة، وحشني، اقعد اتكلم معايا. بلاش تتكلم، اسمعني حتى. بابا، أنا لا عايز أتكلم ولا عايز أسمع، لأن لا كلامي هيعجب حضرتك ولا اللي حضرتك هتقوله هيفرق معايا أو هيغير تفكيري. ومين قال إننا مختلفين؟ بابا، حضرتك وماما اللي نايمة لغاية دلوقتي عشان تعبانة من السهر طول الليل، شايفين إن أفكاري ما بقتش زي زمان. ماما اختارت وسابتني في حالي، الدور الباقي على حضرتك أنت. يعني إيه؟ أسيبك في حالك أنا كمان؟ مش شرط، ممكن تحاول تقرب من الأفكار اللي أنا شايف إنها صح. أنه أفكار دي اللي أنت شايفها صح؟ الأفكار اللي بتحدد مين المؤمن ومين الكافر؟ أظن يا ابني أنت عارف إن أنا مؤمن وموحد لله، ولا عمري كنت كافر. وأنا مش متطرف يا بابا، ومع ذلك أنا موافق أقعد مع حضرتك ونتكلم في اللي حضرتك عايزه، بس بشرط ما يكونش في قرار للرفض في دماغك من الأول. قول لروحك يا حبيبي، ومع ذلك أنا موافق. النهارده بعد ما ترجع من الكلية نقعد ونتكلم مع بعض. النهارده مش هينفع يا بابا، عندي درس. درس ايه؟ درس بطنة. السلام عليكم. شريف، معلش يا حبيبي، سؤال شخصي كده، أرجو ما يضايقكش يعني. أنت قطعت علاقتك بزميلتك اللي اسمها ريهام؟ ريهام كانت مشروع مناسب في وقته يا بابا. دلوقتي ربنا يهديها. ويهدينا جميعا إن شاء الله. بس أنا أقول لك رأيي، أنا شايف إن البنت دي كانت بنت كويسة جدا وبتحبك، وإذا كانت الأفكار الجديدة اللي في دماغك دي بتخليك، يبقى ده موقفك مع اللي بيحبوك. اعذرني بقى، أنا بحبك ولازم أخاف عليك. إيه؟ أنا إذنك يا بابا. أنا عارفة اللي غلط من زمان، وأنا بطلب الصفر والمغفرة، لكن عمري ما كنت محتاجاهم قد دلوقتي. يا رب أنت رحيم، لأنك حافظت على حياتنا لحد دلوقتي. كم من رحمتك علينا. إذا السر القديم ده انكشف، مش حياتي بس اللي هتضيع، كلنا. تبقي برا البيت وكنت بتصل بيك على الموبايل ولاقيك قافله، كنت بقلق عليك قوي. انما النهارده عرفت ان كنت بتقفليه عشان بتبقي هنا. انت عارف اني بحبك، ويمكن يكون هو ده سبب المشكله. غصب عني احنا كبرنا شو
أنا خايفة إن شو الصغير رجع مننا. ما كانش فيه قدامنا طريقة نقدر نحمي بيها غير اللي إحنا عملناه. بعدين الماضي راح وانتهى، مات زي كل اللي ماتوا. مش الكل بيحافظ على حرمة القبور، في ناس بتنبش من غير ما تقصد. مين؟ ميليسيا بروفرت. البنت دي عايزة مننا ايه؟ هما مش كانوا سابوا بعض قبل ما يسافر؟ هي بتقول انهم في مرحلة اعادة تفكير في حياتهم، حتى سألتني انت ليه موقفك منها كده؟ انتي قابلتيها امتى؟ من كام يوم. كلمتهم في ايه؟ حاجات كتير، حاجات مخوفاني جو. يبقى البنت دي أنا لازم أوقفها عند حدها. لسه سافرت. أنا حاسة إنها عندها شك في حاجات كتير حوالين جو. شك؟ شك يعني إيه؟ نانسي أرجوكي كلميني بالتفصيل عن كل اللي حصل بينكم. هي البنت دي سافرت فين؟ العراق. طلبت من شغلها إنها تروح العراق تغطي الحرب هناك. الخوف إنها تكشف القديم. اعتذر يا نسمة ميليسا، أصل التصاريح بتاعت حضرتك لسه في الطريق. الحقيقة إجراءات الأمن بمنتهى الصرامة، حضرتك لو كنت موجود يومها أكيد التاريخ كان كله اتغير. موجود فين يا فندم؟ برج التجارة 11 سبتمبر، أكيد ما كانش في نظام أمني متكامل زي ده. أنا مش عارفة ليه الإعلام دايما بيتهمكم بالتقصير. مش مهم مين، طالما في الآخر إن كل حاجة بتصب عندنا تاني أكيد بيكون في فرصة، اللي مش عارف يعرف. المهم هم يتعلموا، مساكين الدروس كتيرة قوي، أمن، ديمقراطية، تعايش سلمي. يا انا مش عارفه انتوا ازاي هتعملوا الحاجات دي كلها لوحدكم. احنا مش لوحدنا، مفروض انكم بتساعدونا، عشان كده لازم نبقى عارفين كل تحركاتكم واماكن وجودكم عشان نقدر نحميكم. بالمناسبه لو عايزه تقضي وقت لطيف بعد الشغل انا ممكن اكون مرشد سياحي هايل. ويا ترى ايه رايك في محل الرواد اللي على ناصيه شارع المنصور، ولا نادي اليخوت؟ مكان تحفة مش كده؟ هو حضرتك مش أول مرة تيجي فيها بغداد؟ آه، وأول مرة أقابل شاب أمريكي مش عارف يميز بين فتاة ليل في مانهاتن وبين مراسلة صحفية بتشتغل في محطة سكاي نيوز. أنت يظهر بقالك كتير هنا، أنا هاخد جولة على بال ما التصاريح تجهز. هو برضو متأمن برا مش كده؟ ده الوقت اللي لازم اقدم فيه تقرير على استجوابك. الملف ده فيه نتائج تحقيقات جلال الساهر، الارهابي التاني اللي اتقبض عليه معاكي. وده حسب علاقتك وقربك لادهم بجميد زعيم الجماعه. انا مش بكذب عليك. اعترافات جلال برضو بتقول ان خروجك للعمليات كان قليل، كلها ضد اهداف عسكريه. دي مقاومه مش ارهاب. عدم اشتراكك في العمليات التانيه مش معناه انك مش على علم بيها. اقسم لك بالله انا ما اعرفش حاجه عن اي عمليه من اللي في الصور اللي انت وريتها لي. بتقسمي بالله؟ ايوه، هو ربنا فوق الكل، وعمري ما هحلف بقسم يتهزله العرش عشان ابعد عن نفسي اي ظلم او تعذيب، لانه اعظم بكتير قوي من أي سلطة أو تعذيب. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. يعني إيه؟ يعني من حقنا نحارب اللي بيحاربنا ونسالم اللي يسالمنا، ديننا كده. دنيا كامل أبو ليلى، أنت متهمة بممارسة الإرهاب واختراق القوانين. بسألك لآخر مرة، هل أنت على علم ومشاركة بعمليات الإرهاب لتنظيم حراس النهرين؟ لا. في أي حاجة تانية عايزة تقوليها قبل ما أقفل الملف؟ عايزة أقول إن محاربة الظلم بالظلم ومحاولة القضاء على الكذب بكذب أكبر منه ده منطق المجرمين مش الشرفة، وأنا متأكدة بعد معاملتي معاك إنك ضابط شريف. في حاجات كتيرة أوي في قضيتك ضد المنطق والعقل، بس في حاجات جوايا خلياني أصدقك. أنا هقف جنبك. وختاما، فإن هذا هو رأيي الشخصي بعد كل جلسات التحقيق والاستجواب مع السجينة دنيا كامل أبو ليلى، والتي أرى أن تتعدل صفة التحقيق معها لوضعها في إطار أسيرة الحرب وليست في إطار ممارسة الإرهاب. وإني على يقين تام وبضمير مهني مستريح أن نتائج التحقيقات التي يضمها هذا الملف تعبر بصدق عن وضع هذه السجينة التي وضعتها أفكارها وقناعاتها في موضع سوء الفهم وسط الأحداث المؤلمة التي يمر بها هذا المكان. أوصي بالإفراج عنها من هذا المعتقل ووضعها في مكان استجواب آخر يضمن للعدالة أن تأخذ مجراها في هذه القضية. ضابط جو والتون، البحرية الأمريكية، وحدة الاستخبارات العسكرية. وبعدين يا عم طه، اهو ابو خالد جابها لك على بلاطه، هتعمل ايه؟ هتساعده يطلع من النفق اللي بقينا كلنا فيه، ولا وضعك القيادي في التنظيم هيعتبر ان دي خيانه عظمى؟ ربنا يسامحك يا ابو خالد، جيت لي في الوقت اللي انا مصدق فيه كل حرف انت قلته. بيقولوا عندكم طعمية، مفيش أطعم من الطعمية المصري السخنة. خد يا ابو فعلا كتبت الكلام ده في ورق رسمي ولا بتهزر؟ هزار ايه؟ طبعا كتبته وقدمت التقرير كمان. كمان سلمته؟ يخرب عقلك، انت مجنون يا جو. ليه؟ عشان قلت اللي في ضميري. هو خلاص احنا بقينا نربط الضمير بالجنون؟ يا اخي بطل فلسفه بقى، الفلسفه دي هي اللي هتجيب اجلك. قلت لي والله كده شكلك راسم على تقيل قوي. لو ما بطلتش الهزار البايخ بتاعك ده هقوم اسيبك وامشي، انا غلطان اللي بقولك اللي في دماغي. دماغك؟ دماغك ايه يا سياده الفيلسوف؟ اصل السحر العربي له تاثيره القوي على الفلاسفه العظماء اللي زيك. انا متاكد انك اكتر واحد مش مصدق العبط اللي انت بتقوله ده، انت بس بتهرب من كلام الجد. طيب انا بهرب ليه بقى يا سياده الفيلسوف؟ عشان انت عامل زي كيفن،
من ساعة ما تعرفنا على بعض في الدراسة اللي جمعنا صفات مشتركة بالإحساس بالحياة مش بالموت. رغم إن شغلتنا دي ضد الإحساس أصلا. أنت كنت مش مصدق لما كنت بقولك في التليفون إن أنا مش عارف إذا كنت عايش ولا ميت، وإن أنا ساعات ما بكونش ميت أصلا. أنت خايف. يا ترى إحنا خايفين من المكان ولا خايفين من ضميرنا؟ بطل فلسفة بقى. المسألة مش مستاهلة ده كله. إحنا أي مشاكل صعبة واجهتنا كانت نتيجة خطأ في حساباتنا مع العدو. وإحنا عارفين العدو مين يا كيفن؟ طبعًا يا جو. الإرهاب. الإرهاب اللي كان هيقضي علينا في 11 سبتمبر. لولا إننا قاومناه. عارف إحنا بقينا خايفين قوي من الألم. بس اللي بيحصل ده أقصى من الألم نفسه. طيب. أديك كتبت التقرير اللي أنت مقتنع بيه. بس خلي بالك. دنيا أبو ليلى مجرد حالة فردية. حتى لو كانت اتظلمت. مش معنى كده إن إحنا غلطانين. دنيا أبو ليلى حالة عامة يا كيفن. ولو مش مؤمنة بالسلام ده مش معناه ان احنا صح. الله اكبر. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسنك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك الو. هاي كيفن. كنت برتب هدومي. لا ما اتصلش. مش مهم، اكيد مشغول. انت بلغته؟ يبقى اكيد اتصل، اصلا انا كنت بتعشى. خلاص هبقى اكلمك تاني. باي. طب نناقشه الاول يا ريس. نسمع منك. انت ليه فكرت التفكير ده؟ الكلام ده حصل خلاص يا شيخ طه. فاضل معترف بانه يستاهل جزاء الارتداد. ارتداد عن ايه؟ عن مبادئ التنظيم يا شيخ طه. فاضل رفض تنفيذ الاوامر، مش كده وبس. ده بدا يخطط للخروج عن الجماعه بعد ما عرف اسرار وتفاصيل كتير قوي. على فكره احنا في موقف صعب جدا يا فاضل. انا معترف انه من حقك الانساني انك تغير افكارك او معتقداتك. بس لما يبقى تغيير الافكار والمعتقدات ده متعلق بارواح بريئه كتير قوي لازم نسال نفسنا هنا سؤال. هل من حقنا ان احنا نسمح ان المعبد يتهدف قدامنا؟ ولا نعمل موازنه بحيث نوصل في الاخر لطرديه بحيث ان احنا ما نبقاش قبلنا كل حاجه وفي نفس الوقت ما خسرناش كل حاجه؟ على فكره الاختيار ده ممكن يبان انه سهل قوي في الاول، بس صدقني انك تختار انك تقف جنب العداله تقف جنب الحق ده اختيار صعب قوي وطعمه مر. ما يعرفش قد ايه هو صعب وطعمه مر غير الناس اللي قاعدين مكاننا هنا دلوقتي. مطلوب مني اي حاجه دلوقتي يا ريس؟ طبعا يا شيخ طه. انت عارف ان احنا تنظيم ديمقراطي وقرار مهم زي ده ما اقدرش اخده لوحدي، فلازم اعرف قرارك كرئيس للجناح الديني وقرار حيدر كرئيس للجناح العسكري. بس بيتهيألي انك خدت القرار خلاص. بالعكس خالص، انا قلت على رايي بس، ولسه محتاج ان انا اعرف قرارك وقرار حيدر.
قراري من قرارك يا ريس. اعدام. وانت قرارك ايه يا شيخ طه؟ انا رايي ملوش فايده. حضرتك قلت الاول ان القرار بالاغلبيه، وانتوا خلاص بقيتوا اتنين. بالرغم ان الكلام اللي بتقوله ده مظبوط جدا، الا اني مصمم اني اعرف رايك. انا من رايي ان احنا ندور على اي صيغه تانيه عشان ما نخسرش اكتر من اللي خسرناه. خسرناه؟ خسرناه يا شيخ طه؟ فاضل ده مرتد ولازم يتقام عليه الحد، وهو الخسران. مش ده كان رايك ايام زمان؟ كل فتره وليها حساباتها. حاجه غريبه جدا، بالرغم ان انت حطيت كل الاحكام والقوانين عشان نتعامل بيها بيننا وبين بعض، ونتعامل بيها مع العالم اللي موجود حوالينا، انك تتكلم دلوقتي على الخساره. موقف غريب فعلا. حيدر، بلاش 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 يا ادهم، بلاش. احنا بنقيم حد الله يا شيخ طه. بيتهيألي يا كابتن جو إن أحسن حاجة حصلت من ساعة ما جينا هنا هي زيارة حضرتك لينا. أنا اللي مبسوط بجد إننا قضينا الوقت الحلو ده. المجموعة بتاعتكم هنا فعلا في منتهى الظرف. عارف يا كلارك، الحاجات الغير متوقعة لما بتكون لطيفة فعلا بتسبب السعادة. عارف يا كابتن جو، إحنا المفروض إن إحنا نشكر القائد بتاعنا، علشان لولا إصابته ما كنتش حضرتك جيت وزرتنا النهاردة. القائد رون من أقرب أساتذتي، كان دايما بيشجعني في الكلية على هواية الرسم، مش كده؟ تعرفت ازاي؟ هو حكالي، لأنه كمان بيشجعني إن أعمل دراسات في الموسيقى، بس طبعا بعد ما أخلص الفترة العسكرية بتاعتي. أنت فعلا عندك أسلوب خاص في المزيكا، وإحنا قاعدين حسيت إني قاعد مع موسيقار محترف. التجربة هنا كمان فادتني قوي. عارف حضرتك، الموسيقى في الشرق له طابع خاص، يعني تقدر تقول كده إنها بتحاول إنها تستفز الحاجات الكويسة اللي جوانا. الظاهر ان انا دوشت حضرتك. لا ابدا، انا سرحت في كلامك. انت اصلك تاني واحد في البلد دي يكلمني عن الموسيقى. عارف يا كابتن جو، من كتر ما قائد روين كلمنا عن حكاياتك، انا بعتبرك مثل اعلى لينا. كمان حكالنا عن مدى تميزك العسكري، بالرغم من انك كنت متميز جدا في موهبه الرسم. قصدك التعارض ما بين العسكريه والفنون؟ قصدك ما بين العسكرية وكل حاجة في الدنيا. أنا كان ليا حبيبة، بمجرد ما إنها عرفت إن أنا جاي هنا الحرب قطعت علاقتها بيا. ليه؟ هي ضد الحرب، وشايفة كمان إن إحنا ضد الإنسانية. المفروض إن إحنا كنا هنعمل دويتو ونعيش في الحب والشغل كمان مع بعض، لكن للأسف كل حاجة راحت. مفيش حاجة بتروح، لما نرجع هي تكون فهمت انك بتأدي واجبك. عارف يا كابتن جو، انا عندي احلام كتيرة قوي، خايف يحصل لي حاجة ساعتها ما اقدرش احقق منها ولا اي حاجة. انت بقالك هنا كتير؟ 4 شهور، بس حضرتك عارف ان الوقت هنا ما بيتحسبش بالطريقة العادية. اكيد هشوف حضرتك تاني. طبعا هاجي ازوركم كتير، بس يا ريت ما يكونش ده في الوقت اللي هنكون مسافرين فيه، لان احنا عندنا مهمه في الموصل. لو رجعت تاني يا ريت فعلا اشوف حضرتك. كابتن جو، هو احنا هنا فعلا في الحرب ضد الانسانيه؟ مش مهم، هنعرف، اكيد هيجي يوم ونعرف. Thank you.
اتفضل اتفضل يا مالك اتفضل. عم الشيخ عبد الكريم كان بعت لي، هو مش انا؟ لا هو بيتكلم في موضوع مع عمك ابو رياض، بس بيقول لك استناه. بتفكري في ايه يا كرمه؟ تفتكر يا مالك ايه اهم للبني ادم، السعاده ولا الحريه؟ مش عارف، جايز يكونوا هما الاثنين حاجه واحده. لا مش حاجه واحده، بدليل ان احنا ساعات كتير قوي بنعيش لحظات سعاده مع اننا مش احرار. الناس في الاول لازم تهزم الاحساس بالعكس وساعتها يقدروا يتحرروا. مالك تفتكر ان احنا في يوم ممكن نتحرر؟ طول ما احنا مع بعض ممكن. لا لا اكيد يا كرمه، بس احنا كل حته في روحنا مسجونه جوا مليون سجن، مش بس الاحتلال، الخوف والالم والفقر، ومع كل ده بنحاول نقنع نفسنا ان احنا اقوياء قادرين نعمل كل حاجه. على الاقل نقدر نحلم نتمنى. ساعات الأحلام بتصبرنا على حاجات كتيرة بنكرهها وبنحلم إنها تتغير، حاجات أكتر بنحبها وعايشين على أمل إنها تتحقق، مع إننا عارفين إنها ممكن جدا تفضل أحلام. اتفضل يا رشيد. بروح انا اعمل لكم الشاي. حاجة يا أستاذ؟ لا حاجة إيه؟ أصل بقالك كام يوم كده بتحوم حوالين العمارة، إيه الحكاية بالظبط؟ لا مفيش حكاية ولا حاجة، أنا مفيش حاجة. إيه اللي مفيش حاجة؟ أمال بقالك كام يوم هنا؟ إيه الموضوع؟ بدور على شقة فاضية، قولوا لي في شقة للإيجار. لا يا حبيبي مفيش شقة مفروشة هنا. أنا ماشي خلاص. طب يلا اتطلع من هنا بقى، ومش عايز أشوف وشك تاني هنا. اتفضل. حاضر خلاص. يوه يلا. ايه ده؟ هو مش المفروض دكتور فريد هو اللي يدينا الدرس؟ لا دكتور رشدي هو اللي يدينا الدرس النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا وإنتم وغيرنا من الناس كتير يا إخوان في سبق طويل ممكن ياخد العمر كله، بس بعد ما يخلص بقى بنعرف مين اللي كان صح ومين اللي كان غلط، مين المصلح ومين المفسد. الحكايه اللي عايزكم تعرفوها يا اخوانا ان النفس البشريه بيتم تجميدها على الحال اللي ماتت عليه، ويوم الحساب بقى يشوفوا النفس دي بتاعت مين ويسالوه انت عملت ايه وايه اللي المفروض كنت تعمله وما عملتوش. بس حضرتك احنا كنا بنقول حاجه في الجامعه نلاقي ظابط في وشنا مش عارفين نعمل ايه. ومين اللي قال لك تعلم؟ هو احنا يا اخوانا قلنا نجيب ميكروفونات ونمشي في الشوارع نتكلم؟ لا يا حبيبي، ابدا باهل بيتك وبعدين باصحابك واحدة واحدة. ما هو يا اخوانا الشغل في الدعوة مش سهل، وإلا ما كانش ربنا ادانا الوعود دي كلها. بس أنا مش فاهم هما بيعملوا كده ليه يا دكتور؟ مش
مش المفروض الحكومة دي ناس مننا يعني مسلمين زينا؟ خايفين، أيوة خايفين، بيخافوا جدا من الدين وبيمنعوا. بارك الله فيك. ويقول لك إيه؟ تطرف. تخيلوا حضراتكم إن الواحد يقول لأخته اتحجبي يقول لك تطرف، الواحد يربي دقنه ويتكلم بالعربي يقول لك تطرف. أنا عارف البلد محتاجة نهضة، بس بيقولوا علينا متخلفين. يا إخوانا إحنا مش متخلفين، إحنا تايهين، والله تايهين، تايهين عن الدين، ولما هنلاقيه هيرجع لنا قوتنا ومجدنا. والنعرة الوطنية مش هتحقق النهضة يا إخوانا، لازم يكون عندنا انتماء للدين أولاً، والأمم اللي مش هتتربى مش هتفلح. وطبعاً إحنا عمرنا ما هنوصل لكده طول ما إحنا سايبين دورنا وحقنا. حقنا فيه يا دكتور؟ حقنا في الحكم، في التشريع، في السلطة. ما إحنا جربنا الانقلاب، ما يلا بينا بقى نجرب نظام تاني. بس مش المفروض حضرتك يبقى الدين بعيد عن أي مطامع أو أهداف في الدنيا؟ ما إحنا بنتحارب، إحنا بنتحارب نعمل إيه؟ نسكت؟ لا، لازم نرد على الحرب دي. إزاي يا فندم؟ ما ربنا قال لنا بسم الله الرحمن الرحيم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله العظيم. شريف، شريف، انت ما بتردش عليا ليه؟ مفيش كلام يتقال. يا سلام، مفيش كلام يتقال؟ قد كده يا شريف كنا تافهين وصغيرين عشان يوم ما حتى نحب نسيب بعض يبقى بالطريقه دي؟ انا عن نفسي لا صغير ولا تافه، ممكن اكون كده زمان انما دلوقتي خلاص. شريف، انت هتمشي وتسيبني اتكلم كده؟ ما ينفعش اتكلم معاكي وانت لابسه كده. لا والله، اروح اجيب طرحه الصاله من العربيه واحطها على راسي عشان ترضى تتكلم معايا؟ سامع؟ ايه؟ ما تخافوش، ما تخافوش. ما تخافش، انا سمعتك وانت بتعزف كان حلو قوي. انا بعرف اعزف، تسمح لي؟ كل ايه دي؟ احنا اللي زرعناه ده. العيش والملح. العيش والملح. كمل.
ليه؟ ذنبهم ايه؟ لا لا